جينا بقى للعبة الجينجا، والتحدي ده أنا بموت فيه الحقيقة، يعني لأنه بيبقى بيعمل أجواء من التوتر العنيفة، وأنتوا أوريدي متوترين كلكم، فهنبتدي على طول من غير ما أوتركم أكتر من كده، وأقول لك اتفضل على طول يا أستاذ أحمد. أنا على طول كده؟ على طول نفتتح بيك. بركة، بركة العيلة، الأباط. أباط هما اللي بيبتدوا، عشان لو وقعوهم الأول يبقوا هما اللي ما خلوش ولادهم يلعبوا. إيد واحدة يا فندم. أشم أي حتة؟ أي حتة، حتة شوف بقى إيه ممكن تبقى لوس شوية. بتقول لك مش بالعرض. مش بتشيلش حاجه من العرض اهو. يلا اهو اللي حصل، حصل خير. شيل من النص يا بابا يا حمد لله. يلا يا بابا كده كسبت. لا يعني كده ما وقعتهاش لسه. حاول تشيل من النص، شيل من النص، ما تشيلش من العرض. انا معاك في مقلب عشان اقع. يا سلام، الله على الحاجات اللي بتعلمها لهم. الله، منبهره منبهره. واحده ها، الحرب خدعه. ايد واحده طبعا. برافو. يلا يا ماما. انهي مامي فين؟ انت. انا ماما. انت يا حبيبتي ابهركوا والله. ايد واحده، ايد واحده، ما تسقف ترميك نحو عشان خاطري يا مامي. ركزي. لا يا مامي بقى، صعبه 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 صعبه. يا اصلا مامي لعيبه اللعبه دي اصلا. برافو يا مامي، مامي لعيبه. بيقول لك الله على. لا يا حبيبتي، الثالثه بتاعتك. ثقة الأزواج في الزوجات، أحبها قوي. يلا يا ماما، يلا يا ماما. هي دي هتقع على طول، أول ما تمسكها هتقع. لا ليه كده بقى؟ لا ليه كده بجد؟ ليه كده؟ عشان ما تعبهاش يعني. لا هتعملها وشاطرة جدا. أنا هشجعك كمان. يلا يا روز. يلا يا روز. يا جماعة ممكن تعجلوها؟ يلا يا روز. عماله تديله من نصايح ومش من هنا يا بابا. يلا روز بقى. برافو يا روز، برافو يا روز، برو روز، برو. يلا يا سلومه. بس يا سلومه ما تخلص اللعبه دي. راح يا سلمى. ايوه يا سلمى بقى، عارفه بجيك، عارفه هتعمل ايه. برافو. خلي بالك بقى وانت بتحطيهم. الله عليك يا سلومه، هاديه ورايقه وشاطره. مش انت بقى الجامد؟ يلا وريني يا جامد. امل فيك انت يا رامز. امل فيك يا رامز. بيقول من فوق يا رامز. بص فوق كامل، فوق كامل. يلا رامز. لا من فوق ايه؟ ماشي. شيل من ثالث ربع واحده من فوق. اصبري يا ماما. هيوقعها؟ ايوه. لا مش هيوقعها. برافو. ما وقعهاش. بالعكس بقى، بالظبط كده. برافو يا رامز. يلا يا محمد. محمد شاطر يا رامز. برافو. تحت خالص. لجنة. مين لجنة هنا؟ واحدة من جنب خالص. اهي اهي تطلع معاك شيلها. بالظبط كده. يلا يا بابا. يلا يا بابا. لو بيركز على خاطري. عشان خاطري. اعرف قمة التركيز. هتقع. ايوه يا بابا. ايوه برافو. ايوه يا بابا، ايوه. ايوه يا بابا، ايوه اللي بابا قلت لك الثقه دي والله العظيم بقى عارفاها وشايفاها من الاول كده. بابا هو اللي وقع البرج بعد ما كان واثق ثقه عمياء ان فريقه مش هيخسر. خسروا طبعا في التحدي ده. تعالوا نشوف ايه التحديات التانيه اللي عندنا.